ضمن التوجه الجديد للدولة في بعث الصناعة والتحول إلى اقتصاد مدر للثروة وموفر لمناصب الشغل بعيدا عن اقتصاد الريع، جاءت الصناعة الصيدلانية كأولوية في برنامج الإنعاش الاقتصادي لتسهم في إرساء أسس اقتصاد متين من جهة، وتضمن للبلاد السيادة والأمن الصحي. من هذا المنطلق تركزت جهود الدولة في عز أزمة كورونا على الاستثمار في مجال جديد وهو إنتاج اللقاح. تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والرامية إلى توطين إنتاج لقاح المضاد لكوفيد 19 بالجزائر، كلفت وزارة صناعة صيدلانية بإنتاج اللقاح المضاد للفيروس محليا في الجزائر لأجل ضمان سيادتنا الصحية وتلبية الطلب ضمن المخطط الوطني للتلقيح والمطبق في بلادنا. هذا المشروع سيمكننا من إنتاج مليون لقاح في شهر أكتوبر، زوج ملايين لقاح في شهر نوفمبر، وثلاث ملايين في شهر ديسمبر، إلى أن نصل إلى أكثر من 5.3 مليون لقاح اعتبارا من جانفي 2022، مع توقعات إنتاجية تفوق على 65 مليون لقاح على مدار سنة كاملة. منتوج جزائري بشراكة صينية، والإنتاج بوحدة صيدال قسنطينة التي جهزت وفق المقاييس المعمول بها دوليا. قام مجموعة من الخبراء الصينيين لمخابر سينوفاك بزيارة عمل وتفقدية للمصنع، تم وضع بعض الطلبيات لتأخذها صيدال في عين الاعتبار. المنهج التخطيطي لصيدال ولا الشكل الهيكلي لصيدال يتوافق والالتزامات والمعايير الدولية، وذلك بشهادة كل الخبراء الذين مروا على هذه الوحدة. أضيف كذلك بأن صيدال تعطي اهتمام كبير للجودة. إنتاج اللقاح الجزائري مر بمراحل حساسة ومعقدة للوصول إلى منتوج نهائي مطابق للمواصفات والمعايير الدولية. لنا الفخر كوحدة إنتاج وطنية جزائرية أن نكون سباقين في مثل هذا المشروع الفريد من نوعه المتمثل في إنتاج لقاح ضد جائحة كورونا بجودة مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية. المنتوج عبارة عن قنينة سعتها 5 مليلتر تحتوي على 10 جرعات. للوصول إلى المرحلة الحالية في الأند فينيش مررنا بعدة مراحل حساسة ومعقدة تتضمن مصادقة والتأهيل للمختلف التجهيزات وخطوط الإنتاج تلك لا فاليداسيون دو بروسيدي أسيبتيك اي لو بروسيس جوستيفيكاسيون. بهذا سيكون الأمن الصحي للبلاد في أيدي كفاءات وطنية وإطارات جزائرية. الإطارات مجمع صيدال مصنع قسنطينة تتمتع بكفاءة عالية بفضل التكوين التقني المستمر الذي استفادت منه خلال السنوات الماضية. إسناد مشروع تصنيع اللقاح كوفيد 19 إلى مجمع صيدال، عملنا على رفع هذا التحدي وسخرنا كل الموارد التقنية والبشرية من أجل توفير هذا اللقاح. الاستراتيجية الجديدة للدولة في مجال الصناعة الصيدلانية عموما وفي إنتاج اللقاح خصوصا ستفتح للجزائر أفاقا جديدة للتصدير ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد الوطني.